طب المشاكل اللي طلع، المشكل اللي طلع عنه فيديو بحفلتك هالارجيلي هبوف، هذا نحن عم نحكي هلا حيطلع المشهد فجلوا راسه اثنين بالقلب، هول المشاكل بتصير برايك مدفوشه لتنزع لك حفلتك؟ لا 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 ابدا. شو أبداً. شو هالمشكلة؟ لخبرك شغله، لك بس قلي شو مات الزلمه بس حتى نعرف. لا ما في شيء، هيدي تعيش انت يعني بنقول الله يرحمه ولا شو ولا عايش؟ لا بخبرك شغلي دغري بفكر باللحم بعجين. عصام كيف بتقول له موت بفكر باللحم بعجين، فرح بفكر باللحم بعجين، كل شيء عنده لحم بعجين مع حامد ونعنع مع بس بغير الخلطه، بس بغير الخلطه من جوا، اذا عزا بحط حر، اذا فرح بحط حامد ونعنع، بس بغير الخلطه بس الفرق صوص يعني. ليك هشام لخبرك شغله، انا يمكن اكثر انسان ملاحق اعلاميا واكثر انسان بتصير معه ضجه على السوشيال ميديا، ودائما جماعه السوشيال ميديا بتعرف انت بلشوا يحرفوا الامور. طب هيدا المشكل شو؟ هيدا المشكل عباره عن اثنين يمكن حدا منهم شربان زياده، دق في دقات فيي كذا، تخانقوا شو على راس الارجيلي؟ انا سمعت. لا 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 مش شو؟ تخانقوا صارت هيك مثل قصه انه لا انت دقيت فيي انا دقيت فيك كذا، صار المشكل بغض النظر عن شو سببه. طارت شقفه ازاز بوجهها لنورهان مزبوط؟ لا فنانة نورهان كانت عم تحضر وقالوا انه شظية، قال شظية، هي قالت شظية، انا ما معني ما شفت مدافع صدق بس. انا ما هي قالت شظية، انا فكرتك انت احداث الشياح، ماني عارف انه كان بال يعني شظية. وين كنتوا بتطيوني الحفلة وين كانت؟ اي ليك بس لخبرك شغلي، صار في كذا حفلة لكذا نجوم كبيرة ما بدي اذكر اسماء، صار فيها تكسير وما طلعت تكسير، مش تكسير ارجيلي، كان في مضل ارجيلي هونيك، مش ارجيلي مضل مين يخبي، مضل ارجيلي، مضل راس واقف على ايه، ما تشوف الا عرفت اللي تفكر حالك على سبع بحرات كله عم ينوفر دم اوف هالقد. صار مشاكل باحد السهرات صار فيها تكسير واسماء كبيره مش اسماء صغيره، ما حدا حكي عليها ولا حدا جاب سيرتها ولا حدا شيء، دائما وديع يعني كل سهره بيصير فيها مشكله.